او في صالح عبد الله السعيد ضد النادي الاهلي. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا اهلا كابتن مهيب، ازي اهلا حضرتك؟ بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ اهلا بحضرتك، الحمد لله. حيثيات الحكم النهارده ظهر، يا ريت حضرتك تقولها لنا. والله حيثيات الحكم دي 55 صفحة، فاحنا لا دلوقتي يعني لا طبعا احنا هنتكلم فيها، ولكن منطوق الحكم بالظبط. هو كان باختصار، هو المحكمة النهارده أصدرت حكم نهائي في الدعوة الموضوعية بقبول طلب عبد الله، قبول استئناف المقدم مع عبد الله ضد حكم مركز تفسير التحكيم، وبإلغاء حكم مركز تفسير التحكيم الصادر ضد عبد الله وما ترتب عليه من النتائج، وإلزام النادي الأهلي بسداد 70% من الرسوم القضائية ومصروفات التحكيم، بالإضافة إلى 10,000 فرنك لعبد الله أتعاب محاماة، ورفض باقي الطلبات التي قدم لها جميع. طيب الحكم ده ممكن فيه استشكال ولا حكم نهائي خلاص؟ اي حكم بيبقى صادر المحكمه الرياضيه الدوليه بيبقى قابل للطعن عليه امام المحكمه السلسليه الفدراليه، بالظبط. ولكن المحكمه السلسليه الفدراليه طبعا بيبقى حدود النظر طلبات الطعن اللي امامها بتبقى في حالات معينه بس، بتتعلق بخطا في تطبيق القانون او في الاستدلال او بالامور اللي هي بتوجب الطعن امام المحاكم العليا. يعني ما فيش اي ممكن طعن من النادي الاهلي ضد هذا الحكم؟ في طريق للطعن زي ما حضرتك امام السلسله الفدراليه، ولكن هل هيقبل ولا لا، وهل هيبقى هيقبل الطعن، هيقبل اصلا الطلب الطعن ولا لا، وهل بعد كده هيصدر حكم لصالح النادي الاهلي ولا لا. تمام. هي كانت قبل كده ايدت المحكمه السلسله الفدراليه السنه اللي فاتت بدايه السنه دي يعني في يناير، كانت ايدت الحكم التمهيدي اللي صدر من الكاس بالرغم من النادي الاهلي كان طعن عليه. طب ده معناه ان احكام اللي صدرت مركز التحكيم والتسويه في مصر دي غير ملزمه؟ احنا بنتكلم على الدعوه بتاعت عبد الله فقط دلوقتي، بالنسبه للحكم اللي صدر النهارده بمحكمه التحكيم الرياضي دي بتتعلق بقضيه عبد الله فقط اللي كان النادي الاهلي حصل فيها على حكم لصالحه ب 2 مليون دولار. حلو قوي. اما باقي احكام المركز التسويه فده موضوع تاني، يبقى ده يتعلق بمحكوم دستوريه وحكم عدم دستوريه اللائحه بتاعته اللي صدر في يناير. تمام، لكن احنا بنتكلم على خلاص ما فيش حاجه اسمها 2 مليون دولار تعويض من عبد الله السعيد للنادي الاهلي خلاص. لا الحمد لله خلاص، والحمد لله نجحنا في رفع الحجز عن امواله وعن اقصدته، واحنا في انتظار دلوقتي ان النادي الاهلي باذن الله ينفذ الحكم الصادر من الكاس ويلتزم بسداد المبالغ التي قضي بها صالح عبد الله. طيب هل ما فيش برضه لازلت، لان عطاء عبد الله السعيد مع النادي الاهلي كان كبير وعلاقته بالجماهير كانت كبيره، هل يعني ما فيش بارقه امل لحل الامور وديا حتى بعد ما حدث؟ والله احنا نتمنى ان احنا نطوي الصفحه دي تماما طبعا، واللاعب ركز في الملعب والنادي ان شاء الله ربنا يوفقه في البطولات اللي هو داخلها، ولكن ما فيش حقيقه، لا ما فيش اي تواصل مباشره او غير مباشر مع اي حد في الاهلي بخصوص. مفيش أي مبادرات ولا حد بيتكلم ولا حد بيتدخل ولا حد بيقول نقرب وجهات النظر والموضوع يتقفل ويبقى اتقفل ودي بدل ما يتقفل بالمحاكم كده، يعني ده اللي أنا أقصده يعني. ما هو إحنا وصلنا خلاص لأعلى حكم ممكن يصدر من محكمة رياضية. خلاص دلوقتي المفروض إن إحنا ننفذه بس. تمام، يعني الأهلي ملزم دلوقتي بدفع مصاريف المحاماة اللي هي 70% و 10,000 فرنك. مظبوط، رسوم التحكيم، رسوم المحكمه الرياضيه الدوليه. لان حضرتك عارف لما حد بيروح للتحكيم بيبقى المفروض الطرفين كل واحد يدفع مناصفه. طبعا الطرف المختصم ما بيرضاش يدفع في الاول، فاللي بيبقى المقدم الطعن هو اللي بيدفع كل المصاريف وبعد كده بيستردها من الطرف الخاسر. اكيد عبد الله سعيد النهارده. الحمد لله هو عبد الله سعيد طول عمره. سعيد، عبد الله السعيد سعيد. طول عمره هيفضل سعيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك يا فندم والتوفيق ان شاء الله. متشكر يا مهيب، متشكر. استاذ هاني زهران محامي كبير طبعا، محامي عبد الله السعيد. رجع لنا راجل سانتوس ولا لسه؟ طيب ناخد بقى بعض الاخبار وبعض